ان شاء الله غيجي زوين. دابا غناكلوه، خلوكم معانا كيفاش انا باش نكبوا شي. بسم الله. او كدير عسيله بالله جنان، ندير عسيله وندوخو. لوقو عطى الراي ديالك في هاد المخنفه هذا. زوين يا زوين، نهلا بالصحة أخوي محمد. بالصحة والراحة. صافي هو الشكل النهائي ديالهم. دابا غنمشي نعمر واحد البراد ديال اتاي وغندير لهم العسل والزبده. ها كيفاش جاو. السلام عليكم المشاهدين الكرام، داخل الوطن وخارج الوطن، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بحول الله غندير معكم المخنفر، كيجي زوين ولذيذ والمكونات ديالو بسيطه ومتوفره في اي دار. ما عليكم الا تتبعوا الخطوات من الاول حتى الاخر وغيجيكم ساهل ان شاء الله بحول الله. نبداو على بركه الله، نوريكم المقادير اللي غادي نستعمل في هاد الفطائر او المخنفر. هنا القياس ديال كاس ديال العنب، اربعة الكيسان ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، واربعة الكيسان ديال الدقيق الابيض. نزيدو عليه الفورص، شحال ديال الملحه؟ معلقه كبيره مع عمرش. هنا معلقه ديال السكر ونص معلقه، هنا معلقه كبيره ديال الخميره. هنا معلقة كبيرة ديال خميرة الحلوى. اليوم الحال صباح بارد بزاف، يعني غادي نزيد نص معلقة ديال خميرة ديال الدار. غنزيد نص معلقة صافي، وغادي ندير 8 كيسان ديال الماء، ماء دافئ 8. صافي غادي نطحن هادشي كامل في الخلاط الكهربائي. صافي درت الخليط هنا، راه باقي عندي راني نسيت ما قلتش لكم، راني درت جوج بيضات، راني درتهم وعاود خديت شويه من هاد الخليط ديالي وطحنتهم وخلطتهم. صافي راني صوبته، دابا غنخليه يختمر. ندير ليه هادي صافي، ندير ليه هادي ونخليه تقريبا واحد 13 دقيقه ولا 14 دقيقه ونخدمو معاكم. راني خليت الفطائر ديولي اختامرو وبغيت نوريكم الاجواء في دار بوعزه. بدات خضار، بدات شو اخر مره وريتكم هاد البلاصه كانت محروته حارتينا مواليها. شو كي دايره ولات دابا، داينو الزرع فيها، والبارح كانت الشتا بالليل. صراحه الاجواء زوينه هنا، البحر صباح واعر. شو كي داير الماج كيبانو من هنا. نقرب لكم شوية،
هذوك البيضين راه مماج للبحر. هاي ليندا كانت ناعسة. صافا هو الشكل النهائي ديالهم. دابا غنمشي نعمر واحد البراد ديال اتاي وغندير لهم العسل والزبده. ها كيفاش جاو شوم. انا نمشي دابا غنعمر واحد البراد ديال اتاي وانتم معايا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. راه درت هنايا عسيله والزبده وغادي نديرهم هنايا نحطهم بحال هكا. أتاي الكشكوشة ديالتو دابا غندوق معاكم ونقول لكم الرأي ديالي في هاد المخنفر. جا واعر بزاف، نتمنى أنكم تجربوه وديرو بحالي غلضوه. شو كيفاش غليظ شو. نتمنى انكم تجربوه ونخليكم احبابي. دابا نتمنى لكم فرجه ممتعه ونتمنى انكم تجربوه. كيف العاده نخليكم دابا ونهاركم مبروك، نتمنى تكونوا بخير وبالف خير ونخليكم دابا وتهلاو في راسكم. فرجه ممتعه.